ما بين مطرقة الألم وسندان الإهمال يعيش جرحى تعز، ينتظرون الوعود بعلاجهم من قبل الحكومة الشرعية. فعام ونصف لم تعطهم الحكومة خلالها سوى التمنيات. يا رئيس الجمهورية، لقد أصبت بلغم عند جوار النقطة الرابع بحوش الخطيب، وأنا صرت رعي الغنم حقي وحصل لي لغم أثناء ما كان القناص يضرب من بيت الأمين العام. ولا حدكم واليوم هذا وتاريخ اليوم هذا يمكن 21/7 أو 20/7، والألم حقي وقع من تاريخ 13/11. الحكومة حقنا ولا حصلت منها أي شيء، وعود هكذا على ولا حصلت منهم أي حاجة. جراح لم تندمل ومعاناة تتفاقم هي ما جعلت هؤلاء الجرحى يخرجون بهذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بسرعة وضع الحلول اللازمة في ظل تزايد الأرقام المهولة لجرحى المدينة المحاصرة. منهم 13433 رجل و896 طفل و671 من النساء، 7000 جريح يحتاج لتدخل جراحي، و535 جريح يحتاج للسفر العاجل لإنقاذهم من الإعاقة الدائمة، 94 جريحا نالتهم الإعاقة، 64 جريحا بترت أطرافهم. ألم وأمل، هكذا كان يعيش هؤلاء الجرحى ويدارون أنفسهم، ولكن اليوم تغير حالهم. ألم وألم يزداد بتزايد صمت الجهات الشرعية وخذلانها. لا زالت الحرب قائمة تصدر كل يوم أرقاما جديدة إلى خانات الجرحى. ليبقى السؤال الأبرز هنا، إلى متى ستظل هذه المدينة وأبناؤها في قائمة الإهمال إذ لم تكن في قائمة المنسيين؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.